أهلا بيكم أصدقاء الأعزاء، معنا النهاردة أكتر من نموذج من نماذج تحدي الإعاقة. اتنين من أصدقائنا من ضحايا شر الأطفال، الاتنين مصابين ولديهم إعاقة تمنعهم من القدرة على المشي، لكنهم أصحاب إرادة وأصحاب عزيمة، وبروح التحدي بيساعد كل منهما الآخر تخطي الإعاقات وتجاوز الصعاب. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على مجد كل التحديات وكل الصعوبات. الاتنين رغم عدم قدرتهم على المشي بيساعدوا بعض، وابتسامة جميلة بيواجهوا كل صعب. كل منهما بيساعد الآخر على تجاوز كل إعاقة، قوة إرادتهم وعزيمتهم تحدي الإعاقة بإرادة وشجاعة. على كرسيهم المتحرك يخرجوا للمجتمع بإرادة قوية وعزيمة وإصرار، بيعلنوا حقهم في الحياة وتمسكهم بيها والسعي وراء الوصول لهدف. رغم كل الإعاقات وكل الصعوبات، قوة إرادتهم وعزيمتهم بيوصلوا فعلا لهدفهم.